كابتن عقيل بلغيث لاعب نادي الفيصلي مع الزميل محمد التويجري. مبروك لنادي الفيصلي وهارد لك لنادي الحزم، مباراة جميلة كانت من الطرفين وكنا احنا الأحق بالفوز، وهذا كان يعني عزمين احنا انه ثلاث النقاط والحمد لله انها جت ثلاث النقاط. فترة توقف الفيصلي تقريبا 26 يوم، اكثر نادي توقف الفترة هذه، وش حضرت لكم إدارة الفيصلي ومدرب الفريق ليظهر الفيصلي ما شاء الله تبارك الله بمستوى جيد وجميل مباراة اليوم؟ والله تمارين صباحية مسائية وخطط تكتيكية، وبعد تأجل مباراة النصر بعدها الحزم، والمدرب اشتغل على هذا الفريق كثير، والحمد لله تحقق يعني الفوز اللي هو مطلب الفريق ومطلب المدرب والإدارة والحمد لله. شاهدنا اليوم فرحة اللعيبة في غرفة ملابس مع إدارة النادي، وسمعنا ما شاء الله مكافآت تعدت فوق 10,000 ريال تقريبا. اي والله الحمد لله، اللهم زيد وبارك، ان شاء الله من فوز لفوز، وان شاء الله ربك يقدم ما في الخير باذن الله.